فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هل يحمل هذا الحديث على ملائكة الرحمة أم هو عام في جميع الملائكة؟ لا، ملائكة الحفظ التي تحفظ عليك أعمالك لا يفارقونك، أما ملائكة الرحمة هي التي لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. إذا لم تدخل ملائكة الرحمة بيتك تدخله الشياطين والعياذ بالله. نعم، لأنه ما يجتمع ملك وشيطان في مكان واحد، إما أن يبقى الملك وإما أن يبقى الشيطان.